اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية وحلقه جديده من حكايه معماري. طبعا بعد الاعلان الجميل اللي عملته مجموعه طلعت مصطفى السنه اللي فاتت عن مدينتي واللي جابت فيه اصاله وقعدت تغني مدينتي مدينتي حسستنا ان هي بتغني الغزة مش لمجرد مدينة جديدة. يجي يكرر نفس الفكرة السنة دي ونفتح التلفزيون كده نلاقي مجموعة ناس ما شاء الله عليهم بينوروا اللي عايشين طول عمرهم برا في انجلترا وفرنسا وجايين هنا مخصوص علشان خاطر يقعدوا في مدينتي، ونلاقي واحد عايز يعمل روبوت لمحمد صلاح ويطلعه لنا من مدينتي، والبنت الجميلة اللي طلعت تقول الكوميونتي وجمال الكوميونتي والناس اللي شبههم. ايه ده المجتمع ده؟ كل ده طبعا بالاضافه للمساحات الخضراء والاشجار والجولف كورسز. يعني انتوا شلتوا الشجر اللي في مصر الجديده كله وبنيتوا مكانه كباري عشان توصلنا بسرعه لمدينتي نتفرج على الشجر اللي هناك؟ حاجه غير منطقيه يعني. المهم عزيزي المشاهد، الموضوع ده استفزني جدا وخلاني اقرر ان انا اعمل لكم حلقه النهارده نرجع فيها بالزمن شويه لفتره الخمسينات، واللي ظهر فيها معماري يعتبر من اهم المعماريين الرواد في مصر في ال100 سنه الاخيره، وهو شيخ المعماريين حسن فتحي اللي حصل على جوائز دوليه كتير جدا، يمكن اهمهم جائزه الار ال اي اللي تعتبر كده حاجه زي جائزه نوبل بس في مجال العماره، واللي سنه 2017 جوجل احتفل بذكرى عيد ميلاده على صفحته الرئيسيه، وده كان بسبب تصميماته البسيطه الفعاله الصديقه للبيئه واللي كان سعرها مناسب جدا لفئه محدود الدخل، علشان كده لقب بمهندس الفقراء. الراجل ده افكاره كانت مختلفه شويه عن افكار طلعت مصطفى اليومين دول، وفي كتابه الاشهر عماره الفقراء اللي نشره سنه 1976 واللي شرح فيه افكاره المعماريه وقال فيه ان هدفه الاساسي انه يحل مشكله الاسكان للفئات المتوسطه وقليله الدخل بانه يقدم لهم مباني بسعر مناسب في ظل ارتفاع اسعار السكن ساعتها. متخيلين ان الاسعار ساعتها كانت غاليه؟ امال لو شاف الاسعار في مدينتي دلوقتي هيعمل ايه؟ حسن فتحي كان مؤمن جدا ان المبنى لازم يخرج من البيئه نفسها. المنزل بعد الثياب يحيط بينا بجسم الانسان، ويجب ان ينتمي الانسان الى منزله كما انه منزله ينتمي اليه. وكان ضد فكره استخدام المواد الانشائيه الحديثه في المباني زي الخرسانه او الحديد والازاز، وبيعتبرها مواد دخيله على المجتمع ما بتعبرش عن ثقافته ولا بتحترم حتى البيئه المناخيه ليه. وفعلا بدا يروح يزور القرى الفقيره في الارياف والصعيد علشان يتعلم منهم طريقه البناء والمواد اللي بيستخدموها في المباني بتاعته اللي كانت جميله ومريحه وكمان كانت متناغمه مع الطبيعه، علشان كده كان اعتماده الاساسي على استخدام المواد المحليه في البناء زي الطين والطوب اللبن، وده بسبب قدرتهم الكبيره على امتصاص الحراره وصعوبه توصيلها وبالتالي الحفاظ على درجه الحراره المنخفضه داخل البيت على مدار اليوم. وكان بيستعين بالبنايين والعمال المحليين في المنطقه اللي بيبني فيها لانهم اكتر الناس حرفيه ودرايه بالمواد، وكمان علشان يتعلم منهم طريقه انشاء القباب والعقود من غير شدات، وده طبعا كان سبب كافي انه يقلل تكلفه المبنى وكمان وقت التنفيذ. تعالوا اقول لكم مثال علشان تفهموا الموضوع ببساطه. القبه اللي كان بيعملها حسن فتحي فوق غرفه 3 في 4 كانت بتكلف تقريبا 2 جنيه ونص، وكانت بتخلص معاه في يوم ونص، في الوقت اللي كان السقف الخرسانه بيكلف 16 جنيه وبيخلص في 10 ايام، يعني تقريبا 5 اضعاف التكلفه والوقت. علشان كده حسن فتحي استخدم القباب كعنصر رئيسي في كل مشاريعه لانها كانت بتوفر له وقت وفلوس وبتحقق له كفاءه عاليه جدا في الانشاء، وكمان كانت جزء من ثقافه المجتمع الريفي لانهم كانوا متعودين عليها وعارفينها وحافظينها وشافوها كتير قبل كده. بس الجديد اللي حسن فتحي عمله انه وظفها بشكل افضل، يعني من الاخر كان بيبني البيوت بنفس الطريقه اللي كانوا بيبنوا بيها وكانوا متعودين عليها طول عمرهم، بس باضافه لمسه هندسيه ومعماريه علشان يزود كفاءه البيت والمدينه ككل. وبدا بالفعل حسن فتحي يطبق افكاره دي وينفذ مشروع يعتبر من اشهر مشاريعه على الاطلاق، وهي قريه الجرنه الجديده في مدينه الاقصر سنه 1945، واللي قررت الدوله انها تبنيها علشان يسكن فيها مجموعه قبائل هجرت من منطقه وادي الملوك علشان كانوا بيبيعوا الاثار اللي موجوده هناك، ودي القريه اللي اتكلم عنها شادي عبد السلام في فيلمه الاشهر المومياء. علشان كده قررت الحكومه انها تبعدهم عن المنطقه الاثريه وتبني لهم قريه جديده خالص بعيده عن وادي الملوك علشان تحافظ على الاثار من السرقه والنهب. ولو بصينا عزيزي المشاهد على قريه الجرنه الجديده هنلاقيها عباره عن مباني بسيطة معمولة من مواد محلية تعلوها مجموعة من القباب الجميلة اللي بتعبر عن التراث المصري. حد بقى يجي يسألني يقولي طب ما الموضوع طلع سهل اهو، ايه المشكلة لما نعمل ده
في المدن الجديدة اللي احنا بنبنيها، ونبني فيها بيوت رخيصة وشكلها جميل وفي نفس الوقت بتناسب الثقافة والمناخ المحيط. ونسيبنا بقى من علب الكبريت اللي احنا ساكنين فيها دي. هرد عليك عزيزي المشاهد واقولك ان حسن فتحي رغم عبقريته وموهبته الفريدة اللي شاهد العالم كله بيها، وده كان واضح من خلال الجوائز الدولية الكتير جدا اللي حصل عليها في مسيرته، الا انه كان بيواجه مشاكل كتير جدا مع فكرة البيروقراطية والمقاولين اللي كانوا شايفين ان طريقة البناء بتاعته ديت كانت بتهدد شغلهم ومكاسبهم. علشان كده كانوا بيحاربوه وبيحاربوا افكاره بكل الطرق الممكنه. حسن فتحي ما كانش بينفذ افكاره بس جوه مصر، لا ده كمان نفذ مشاريع جميله جدا ورائعه بره مصر، ويمكن كان اشهرها مشروع دار الاسلام اللي عمله في نيو مكسيكو في امريكا. لا ده كمان شغله ما كانش مقتصر على بيوت ومدن الفقراء بس، ده كمان طبقه الاغنياء كانوا بيستعينوا بيه علشان يبني لهم بيوتهم الريفيه اللي كانوا بيقضوا فيها اوقات معينه كل سنه، لانهم كانوا مؤمنين جدا بعبقريته في تنفيذ النوعيه دي من البيوت. وبالطريقه دي قدر المهندس العظيم حسن فتحي انه يحافظ على التراث المصري القديم ويتعامل مع العوامل المناخية والاجتماعية، وكمان يستخدم المواد المحلية في البناء علشان يقدم لنا عمارة عالية الكفاءة بتعبر عن مجتمعنا المصري وكمان بأسعار مناسبة بدل الذل اللي احنا شايفينه من طلعت مصطفى ومن مدينتي ده. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. لو موضوع الحلقة عجبك يا ريت تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة علشان تشجعونا نعمل لكم حلقات اكتر ونتكلم في مواضيع اكتر، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية معمار.